وبنهني السيد المشير عبد الفتاح السيسي ابو المصريين الشرفاء رغم كل حاجد وحاسد، وربنا هينصره واحنا وراه. وبنحيي كل شرفاء تمرد، شرفاء تمرد من محمود بدر من اجل واحد لاكبر واحد. وتحيا مصر. الله يخليك يا باشا. احنا ما عندناش مشاكل، احنا بنعمل يعني، احنا الحمد لله والشكر عندنا في المنيا معانا المجلس القومي للمرأة، جبت تفويض باسم الجمعية القومية لحقوق الإنسان ب 20 بطاقة رقم قومي. بنصور لغاية النهاردة كل يوم والتاني بنصور 360 مرة معينة مجانا من غير مقابل، حتى الورقة بنصوره، يعني مش بناخد حاجة من حد، يعني بنعمل عندنا على مستوى محافظة المنيا كلها بطايق مجانية للمرأة. ده جاي من المجلس القومي للمرأة من الحكومة، يعني ما فيش حد له فضل على الناس دي، ده حاجها. وغير كده هو يعني برضه بنعمل حاجات، بنركب ميه للناس اللي هي غير قادره. ما هو 6 ابريل ما تعرفهاش شكيف، عامله زي ايه العميل العمل الراضي، تعرف مش ده اللي تعرفيها هنا ولا هنا. فالصح هو تمرد دي ناس شرفاء وناس بسيطه وبيصرفوا من جيوبهم، ورا هي يعني هي وسياده المشير ربنا يديه الصحه ويبارك له في صحته ويوفقه، هم اللي وقفوا وروحهم على كتافهم والناس اتلمت وراهم، كانوا مصرفوا من جيبهم محمود بدر وغيره وغيره. لكن مش ناس طالعه عندها مليارات ولا كده، كانوا بيصرفوا 200 جنيه ويعملوا استمارات واحنا نوزع ونعمل. هي الناس الصح اللي تقف مع بلادها وتحافظ عليها، لان مصر نظيفه وفيها شرفاء ومش هتجع ابدا. مصر بالشرفاء اللي فيها عمرها ما هتجع، والله ما هتجع وهتنجح، وشباب بشبابها غصب عن كل حاجد وحاسد، اذا كانوا اشخاص او بلاد او دول ولا غيره. ربنا مش هيضيمنا ابدا، لان مصر بخير وهيضيمنا. وتحيا مصر، ويحيى السيسي، ويحيى تمرد، ويحيى محمود بدر، ويحيى كل شرفاء مصر. وسلام يا باشا. تحيا مصر.